هدوء حذر في محيط مدينة حرض الحدودية بمحافظة حجة، لكنه لن يصمد طويلا، خصوصا بعد نحو أسبوع من عملية عسكرية واسعة أطلقتها قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة، قالت أنها تهدف لتحرير المدينة من قبضة الميليشيا. وتيرة المعارك الأعنف وفقا لمصادر عسكرية اشتدت خلال الأسبوع الماضي بعد أن انطلقت من ثلاثة محاور. مسرح العملية العسكرية بدأ في المدخل الغربي للمدينة، وتحديدا في الطريق الرابط بين حرض ومدينة ميد الساحلية. ومع كل تقدم تحرزه قوات الجيش بتحرير مناطق عديدة على تخوم المدينة، تدفع الميليشيات بتعزيزات عسكرية إضافية في محاولة للحفاظ على المدينة الاستراتيجية المطلة على منفذ الطوال الحدودي مع المملكة السعودية. وبعد أن حولت الميليشيا المدينة إلى ثكنة عسكرية ومخازن أسلحة وطوقتها بآلاف الألغام، تغامر قوات الجيش بثقلها العسكري في خوض معارك عنيفة، لكنها لم تفض إلى دحر الميليشيا من عمق المنطقة بشكل كامل، رغم أنها حققت مكاسب مكنتها من تضييق الخناق على الميليشيات، كما تمكنت من السيطرة على نحو 20 قرية متاخمة للمدينة، أهمها قرى بني هلال والحجاورة وصعفان والمواسمة، وسقوط عشرات الميليشيا بين قتيل وجريح وأسير. يأتي هذا التقدم الميداني بالتزامن مع الاستهداف المكثف للآليات العسكرية للميليشيات، والتي كان آخرها إعطاب 5 آليات حربية بينها دبابتان بحسب مصادر عسكرية ميدانية. محمد يوسف لقناة بلقيس، محافظة حجة.